الأستاذة فاطمة. ايوه، السلام اتفضلي. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازاي فضيلتك؟ أهلا بيك، أهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. معلش انا عندي سؤال بسيط، معلش من فضلك. اتفضلي يا فندم. حضرتك، انا ام لثلاث اطفال، وعايشه مع جوزي بقالي 15 سنه. بس فجيت عييت، يعني جالي السكر والضغط كده وتعبت شويه، وجالي يعني بيجي حاجات تانية، يعني في أمراض النساء يعني يشفيك يا رب ويعافيك يا بتعالج فندم. منه. فحضرتك، هو مش قابلني إن أنا عندي، ايه؟ مش قابلك وشايفني ايه؟ ومش قادر يوصل، مش قابلني إن أنا مريضة. هو مش قابل مرضك يعني؟ مش قابل مرضي، وعلى طول بيتلككني، وعلى طول إهانة وضرب، ويمتنع عن فلوس عيلتي. بيمتنع ايه؟ بيمتنع عن فلوس علاجي. علاجها. تمام. حضرتك سامعني كويس سامعك ولا؟ سامعك يا فاطمة، اتفضلي. بس فطبعا انا مش عارفه دلوقتي اتصرف ايه ازاي. وجهة نظره طيب؟ ما كلمتيهوش؟ ما كلمتيهوش؟ ايه وجهة نظره؟ هو مش بيتكلم معايا، هو على طول شخط ونطر يعني هو واسلوبه انعزالي؟ مش هو كويس. انطوائي في الاصل ولا هو منعزل معاك منعزل بس معاك؟ يعني ايه؟ يعني هو في الأصل شخصية انطوائية ما بتتكلمش مع حد خالص، لا، ده ولا بالعكس، هو ده معاك انت بيضحك مع بس؟ زمايله، معايا انا بس. هو بيضحك مع زمايله في الشغل، وبيجامل الناس كلها، وبيروح وبيجي، وبيروح مشاوير في اخر الدنيا وبيجي. انما انا معايا، انا مش عارفه بيعمل معايا كده ليه. طب سؤال حضرتك ايه على يا طول مدام فاطمة؟ سؤالك ايه؟ دلوقتي انا لو انفصلت، هل يبقى عليا وزر لعيالي؟ لان انا هم ما لهمش يعتبر غيري، ومحدش هيقدر يربيهم، وانا ما عنديش مقدره ان انا اربيهم. فدلوقتي انا لو انفصلت طب وسبت وهو له لما الاطفال، تنفصلي هتقعدي مع اولادك ازاي؟ وهتحرموهم من والدهم؟ وهتصرفي عليهم لا، منين؟ انا مش وتخش بقى هقدر مشاكل؟ اخدهم. ها؟ انا قلت له، انا بعت له رساله مع اخوه، قلت له انا مش هقدر اخدهم، مش هتاخديهم؟ انا مش هقدر اصرف عليهم. اصرف عليهم منين؟ يعني انت عايزة وطبعا تنفصلي لو وتسيبي سبتهم، الاولاد وتمشي؟ طب اصرف عليهم منين؟ وهما 3 اطفال. وانا اتعالج ازاي؟ يعني انت هتضيعي الولاد علشان تنفصلي، علشان انت تعبانه شويه، هو منزق، هو ما بيصرفش عليكي على مرضك ده؟ معقوله برضو؟ بص يا فاطمه. وحضرتك في حاجه، المعامله، والمعامله كمان، انا والله انا برضو مش بتكلم في فلوس. المعامله مش معامله بني ادمين. حضرتك، انا مره دلوقتي اتضربت، المره الجايه بعد كده طيب هروح سؤالك لاني ايه يا مدام فاطمه؟ قولي لي سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ حضرتك دلوقتي انا عليا وزر. لو انت لو انا انفصلتي؟ يا ست ايه؟ طيب لو حاضر، انا انفصلت، هل وصل دلوقتي السؤال وانتظري لي، ينفصل؟ انتظري الإجابة إن شاء الله. بس هنروح مطمئنين إن إحنا نخنق الحب ونخنق المودة ونخنق الرحمة بتصرفات بسيطة ولكنها تتحول لمشكلات كبيرة. طيب نفترض إن خلاص حصل اللي حصل، والرحمة ما بقتش والمودة ما بقتش موجودة، يبقى المعروف، والمعروف يعني حقوق الزوجة وحقوق الزوج، يبقى احنا شغالين بقى على الحقوق. من هذه الحقوق ان الزوجه لما تمرض ان زوجها على الاقل يسال عليها، على الاقل يقف جنبها وهي مريضه، على الأقل ينفق عليها، يقول لها الف سلامه، يشفق عليها شفقه الانسان مع الانسان بانسانيه. انما يقول لك انا مش طايق، يعني يشعر انها عبء وانها عاله. لا، هي المراه عندما تضعف لا يمكن ان تكون عبئا ولا عاله، ولا يمكن أن تكون في المنزل، لأن أنت أخذتها مش مريضة، أنت أخذتها وأنت كنت في عنفوان الرغبة ليها أن تكون مراتك وحبيبتك وفي حضنك وزوجتك وخلفت منها. فإزاي أنت أخذتها كده وبعد ما تمرض تقول لا لا والله خلاص أنت ما تلزمنيش، وبالتالي تشعرها أن هي من سقط المتاع ولا قيمة لها؟ هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. الأمر الثاني الحقيقة إن أنا عايز أنصح به أخواتنا وأمهاتنا، لما ربنا بيبتلينا بالمرض حاولي بقدر الإمكان تثيري الشفقة عند الزوج، مش تثيري، مش ما تشعريش إن أنت عالة، ما تشعريش إن أنت ثقيلة، لا تشعريه إن أنت ثقيلة،
وده ممكن يتعمل على فكرة بالمناسبة، وانت تقدري تعمليه، لان مش كل الازواج وكل الرجال عندهم المعروف وعندهم الرحمة في قلوبهم. رقم ثلاثة، مسألة الطلاق هي بتسأل تطلق ولا ما تطلقش؟ لا، في فقه اسمه فقه المصلحة والمفسدة بعيدا عن ساحة الحلال والحرام.